اهلا وسهلا المتابعين والمشاهدين جريده شعبنا مباشره من الدار البيضاء وبالتوقيت الامام من محكمه الاستئناف. معنا في القضيه ديال نعيمه والضابط، قضيه الشهيره. نعيمه عودي لنا اليوم واش وقع في الجلسه. السلام عليكم، كنشكر قناه عبير، كنشكر جميع القنوات كاملين اللي مواكبيني وواقفين معايا ومسانديني في هذه المحنه اللي انا فيها. كنشكر القنوات كاملين. واليوم انا السيده نعيمه مرض ضابط، واليوم القضيه الاساسيه الملف ساعه دخل المداوله. يعني انا عندي ثقه كبيره في قضاء، ماشي ما عنديش ثقه في قضاء، عندي ثقه كبيره في قضاء. عواد التماطل اللي كان هو اللي خلاني انني باش خرجت الصحافه، وانني خلاني بزاف ديال الحوايج انني باش خرجت. اما انا عندي ثقه كبيره في قضاء. يعني هاد السيد الى عارف راسو ان احنا داير عليه كيما كيقول هوايا، عنصب عليا، عكد عليا، داكشي كون خرج دار لا دي ان بلا ما لا قبل ما يدخل الملف في المداوله يخرج دار لا دي ان. احنا مستعده، يعني مهما درت الاولى في 2015 ودرت الثاني في 2022، يعني لا كاين شي حاجه انا بغيت يخرج امام مغاربه لداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. انا بغيت يخرج هاد السيد، ما عنديش حتى مشكل انا من اللي غادي يخرج، وان الدري ان انا ناصب عليه وكذب عليه كما كيقول هويا، ما عندنا حتى مشكل ديك الساعه. واليوم انا خارج بوجه مكشوف، يعني كيخرج من 2019 لدابا انا باقي خارج وباقي نزيد نخرج. الا ما تخداش الحق ساعي باقي نزيد نخرج. يعني ما عنديش شي خوف، ما عنديش شي حاجه اللي انا مديره منها. يعني عارفه راسي انا علاش خارجه، وعارفه راسي علاش كنهضر، وعارفه على راسي علاش واقفه، وعارفه راسي على كل شيء. دري ولده والله ينعل الشيطان. يعني هو اللي عارف عنده شي شك، عنده شي غرام تاع الشك يخرج يدير لا دي ان. انا ما خلصت لا دي ان الاولى وخلصت الثانيه وباقي نزيد معاه. انا ما عنديش مشكل، الحاجه الوحيده اللي دارتني دابا هو المرض اللي انا مريضه. ما خليش كيفاش درتي معاه قبل كاع ما نوصل راي عام، وقبل ما نخرج، وقبل ما نخرج الصحافه، وقبل بزاف تاع الحوايج. انك كنتلاقى معاه، كنوقف انا وياه، كنهضر انا وياه بحال لا شيء ما كاين، بحال اللي كيشوفني انا كيعرفوني مدعي انا وياه وداك الشيء، وكيشوفوني واقفه كنهضر انا وياه، كيقول لي غير كذوب هذا الشيء بيناتكم. يعني ما كاينش زعما بانك مخاصمه معاه ولا مدعيه معاه ولا عندك معاه شي مشكل. يعني كتبانو مرا وراجلها عاديين كيما كنتو كيما باقيين. المحكمه حكمت لك شي بالنسب ابتدائيه؟ حكمت لي المحكمه الابتدائيه في المحكمه ديال الاسره، حكمت لي بثبوت جوجيه وثبوت النسب. ناض هاد السيد طعن، ملي طعن مشى دار بيا السن بعد الملف، وطعن في الملف مشى دار بيا شكايه مباشره للوكيل الملك. عيطوا عليا لابيجي ديال انفا، سامعوا لي انا والشهود ديالي، ما كيلقاو حتى شي حاجه ما يثبت في هادشي اللي كيقول هو. كنتفاجئ موراها كيدير بيا شكايه مباشره قضيه تحقيق. عاوتاني شحال وحنا كنجرجوا عاد قضيه تحقيق، يعني كيحقوا شحال وما كيدرسوا في الملف. يعني خدينا البراءه ديالنا من عند قضيه التحقيق بان ما عندنا حتى شي حاجه كتنسب علينا. من موراها كنتفاجئ عاوتاني استانف الملف عند قضية التحقيق، جاتني محكمة الاستئناف. يعني مشكورين، يعني خداو في الملف هذاك الشيء ما نقولش لكم كيفاش داير. يعني خدينا البراءة ديالنا، ما عندنا حتى شي حاجة ما يثبت. هذاك المتابعة اللي كان هو تابعني يعني ما كاين منها حتى شي حاجة. كيفاش جوج بيه السيد انا ما كنعرفوش وما عمري عرفته، واخا هو بوليسي، واخا هو كيخدم في المحطه، واخا هو هادشي كلشي اللي انا ما كنتش عارفاه، ما كنعرفوش انا بصفه عامه، ما كنعرفوش. نهار واحد تلقى ليا كاين انا واحد السيد راه شاهد عندي في اللفيف العدلي، ملي تلقى معانا بقى واقف كيضحك معانا وهضر معانا وداكشي، مشى بحالاتو. قال لي مع من شكون في مالي لوندا اللي كتخدمي معاه؟ قلت لي كنخدم مع فلان. مشى عنده قال لي عطيني النمره تاع التليفون، قلت لي ما عنديش. مشيت بحالاتي الغد لي كنتفاجئ حتى كيعيط عليا السيد في التليفون ديالي. ملي عيط عليا بقيت كنهضرت معاه وداك الشيء، كنسحبوا انا شي كليان تاعي.
قال لي انا السيد اللي كنت واقف معاك البارح، انا هو الحاج اللي كنت واقف معاك البارح. جلست مشرفين وداك الشيء، موراها في العشيه انا جيت، كاين واحد الضابط جاري، ملي واقف داك الضابط جاري قال لي، قلت له راه السيد راه البارح كان موقفنا وهذه وهذيك، بقينا كنهضروا، هو يقول لي هو سي محمد وهذه السيده فين كتعرفها؟ قال لي راه جارتي، والله عمرها دار ولا راجل ماشي مراه. وبقينا بحال ما هذه هي الهضره اللي صارت بيني وبينه. من موراها ملي عرفني كنسكن حدا السيد اللي تلاقى معايا وداك الشيء، جات معايا مشى عند والدي مباشره، مشى عند والدي دري كبير، مشى عنده قال لي انا بغيت ناخذ امك، قال لي انا امي ما بغيتهاش تتزوج، انا عندي الرباح امي انها تبقى معنا بحال هكا، حنا ما كنحسبوهاش ان امنا راه بحال وحده في خواتاتنا، لا انا ولا خويا، يعني ما حاسبينهاش ان امنا ولا هادي ولا هاديك، حنا كنعيشوا مع امي يعني في واحد الوضعيه في شكل صافي. هادي اللي دار من مورا جا عند با الله يرحمه، جا عند خوتي عند العائله ديالي، درنا النهار درنا داكشي ما يرضي الله كيما كيديروا الناس بالنهار، درنا العيالات بالليل، درنا الطلبه، يعني داكشي مرا وراجلها ما كاينش هادي ولا هادي ولا هادي. من موراها كنتفاجئ، يعني السيد خداني ولا كيقول لي جمع الوراق، جمعت الوراق، قال لي انا دافع عن مديريه الامن، كنتسنى راه غادي يعطوها الترخيص من مديريه الامن اليوم غدا، بعدو 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 هاد الشهر شهر لاخر شويه كيقول لك لا حكا باقي ما خرجتش هي موافقه. كيفاش تفاجئتي بانه متزوج؟ ما كنتش عارفاها، ما كنتش عارفه انها مجوز، حيت هاد السيد كان كيقول لي انا مفرق مع المراه، عندي ولد غير بتبني. من موراها كنتفاجئ في 2014 شهر واحد كنتفاجئ بان السيد مجوز، يعني صافي هذيك الساعه ما بقى لي فغن، ما يمكن لي نرجع له وما يمكن لي نزيد لقدام. ملي كان لا ما عمرها وصلاتني، ما نكذبوش على الله، انا ما كنعرفهاش، هي عارفه هذا المشكل، وانما هو كيتملص كيقول لها بان السيده راه كتكذب عليا، السيده ما عمرها وصلتني وانا ما عمري ما وصلتها. ما شوف ما عنديش بقى انا تسيره بحالك بحال مسكينه، مرة بحال بحال ما عندها علاش غتوصلني ولا نوصلها، انا كون جات لعندي مادا بيا كون عرفتي لا مرحبا بها، انا لا جات عندي مرحبا بها مرتو، انا اضطريت ومشيت عند عائلته تل هذا تل ولاد سي بن داود القيسر، وديت الدري ديالي ومشيت عندهم، بغيت جداه انا باش تشوف ولدها، انا فاش كنتفاجئ خوه ومرت خوه كي شافوا ادريس قال لي هذا ولد الحاج، حيت شابه تاع باه، ملي قال لي شابه ولد الحاج قلت لهم انا جايه دابا باغي نشوف الام تاعو، قال لي ما كايناش كاينه في كازا. هذه المفاجأة اللي تفاجأت أنا بها، ولكن ما عنديش مشكل أمسي، يعني العائلة تاعتو راه عارفين كاين عنده ولد، ومشيت من موراها. أنا الطلب الوحيد اللي كنطالب أن هذا الولد هذاك الحكم اللي عندي لا في ابتدائي ولا في استنافي هو اللي بغيتو يتكرر، يعود هو الحكم اللي بغيتو يتخاذ في الحق ديالي وديالو. إلا كنت أنا دايرة عليه جيب لي ما يثبت بأنني أنا ناصبة عليه، حيت انني باش نتجرجر في المحكمه 9 سنين، 9 سنين راه ماشي بالساهل. اليوم راه ولاو دخل الميل في المداوله، حيت ماشي هذه المره الاولى اللي دخل فيها الميل في المداوله، راه عده مرات الميل في كيدخل المداوله وكيخرج، وانا عندي ثقه كبيره في القضاء، حيت القضاء راه ما غيقدرش ياخذ شي قرار ما كاينش، راه عندي ثقة كبيرة لو الميل دخل ولو خرج ولو كل شيء، راه عندي ثقة كبيرة في قضاء المغربي. شكرا لك. والله ينصر سيدنا. شكرا لك، شكرا. متابعي ومشاهدي زوجة عبد الرسول، يعطيكم الله في مباشر آخر إن شاء الله.